والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي على قناتكم قناتكم قناه بي باوجي تي في. المهم اخوتي اخواتاتي اليوم غنتكلموا على واحد الموضوع بزاف ديال الناس كيقول لي اخي زوير فين غبرتي علينا على السلسله ديال المجانيات ما بقينا نسمعوا منك والو شي حاجه شي فكره جديده. المهم اخوتي اليوم جبت لكم واحد الفكره اللي جديده بزاف وكيستغلوها بزاف ديال الناس وما كرهتكمش يا اخوتي اخواتاتي حتى نتوما تستغلوها. والطريقه هذه اخوتي اللي عاصح لكم هذا الفيديو ولا اللي غنعطيكم هذه الفكره اللي في هذا الفيديو راه 100% راه كتشتغل وشغالين بها بزاف ديال الاشخاص وكيحصلوا على دولار كل شهر عن طريق جوجل بلاي. المهم ما كي نزل تطبيقات ما دار شي حاجه عامل غير واحد اللعيبه في الهاتف الخاص به. صديقي خليك معايا ونوري لكم اخوتي هذه اللعيبه كيفاش ني عامله هذه اللعيبه وكيفاش يمكن لكم تنتوما تحصلوا على هذه اللعيبه ونوريكم الدليل اخوتي ماشي تقولوا راه هادشي ما كاينش. نوريكم الدليل اخوتو بلي هاد اللعيبه هادي راه خدامه 100% ويمكن لكم تحصلوا على بزاف ديال الاشياء في هاد لعبه فري فاير مجانا اخوتي اخواتاتي. المهم خليكم معنا في هذا المقطع اخوتي اخواتاتي. الا كنتو لي اول مره كتعدوا القناه ما تنساوش تضغطوا لتحت تلقاو واحد البوطونه حمراء ما تخليوهاش حمراء فرقعوها اخوتي وخليكم اخوتي معنا ندخلوا لعبه فري فاير. المهم اخوتي اخواتاتي رجعت لكم من جديد. المهم كما قلت لكم اخوتي في المقدمه ديال الفيديو غنوريكم واحد الطريقه اللي زوينه بزاف اللي كتمكنكم من الحصول على بعض الاشياء في لعبه فري فاير فابور ويمكن لكم تحصلوا بعدها على اهم حاجه هو رصيد في كارت ديال جوجل بلاي ولا في جوجل بلاي اصدقائي باش تشحنوا في لعبه فري فاير. لا بغيتوا تشحنوا مزيان خاصكم يكون بعدها اهم حاجه هو يكون عندكم جوجل بلاي على الولايات المتحده باش يمكن لكم تشحنوا في لعبه فري فاير عن طريق كارت ديال جوجل بلاي ولا عن طريق رصيد باي بال. حيتاش الا جيتي دابا تشوف ودخلتي البلاي ستور المغربيه ولا البلاي ستور العربيه ما عاد لقاش فيها الميزه ديال كارت جوجل بلاي. هادشي اللي عاد اخوتي ما عاد جبروش يعني مشي دابا البلاي ستور ادخل البلاي ستور الخاصه بك ديال في الدول العربيه عاد مشي تشوف الميزات راه ما عاد جبرش الميزه ديال كيفاش يمكن لك تدخل باي بال والميزه ديال الكود ما عاد جبروهاش يا اخوتي. خليكم اخوتي اخواتاتي نوريكم هذه الطريقه نعطيكم هذه الفكره كيفاش يمكن لكم نتوما تحولوا بلاي ستور الخاصه بكم الى الولايات المتحده. وخوتي اخواتاتي نوريكم كيفاش كيدز الشحن عن طريق هذا اللعب العجيب. المهم اخوتي ملي كترجع الجيميل الخاص بك على الولايات المتحده كيعطيوك واحد العرض واحد العرض اللي زوين خليكم معنا باش نوري لكم اخوتي هذا العرض. المهم اخوتي دابا كما كتشاهدوا انا ما عندي اتصالات ما عندي حتى شي كارطه مثلا ما كانش حل لا ويستيريون ولا حتى شي حاجه كما كتشاهدوا اخوتي كارت جوجل بلاي. المهم كنشحن عن طريق كارت ديال جوجل بلاي. المهم كما كتشاهدوا كاين عندي هنا ثلاثه د الميزات كاينين مضافين هنا وعندي كارت جوجل بلاي كما كتشاهدوا اخوتي والباي بال. المهم اخوتي هاد اللعيبات هادوما ما كاينينش كيما قلت لكم في الدول العربيه. المهم خليكم معنا ونوريكم كيفاش تحصلوا عليهم ماشي شي حاجه صعيبه راه ما كاينش شي حاجه صعيبه حنا معنا حنا خوتي ما كاينش شي حاجه صعيبه سهله يا صديقي باش تحصل مثلا على رصيد في جوجل بلاي وهذا الشيء راه ساهل. غير خليكم معنا خوتي وما كرهتكمش هذا الفيديو اخوتي توصلوا 1000 لايك اخوتي لو وصلتوا هذا الفيديو ديال 1000 لايك ان شاء الله عندي لكم الجزء الثاني ديال الفيديو عندي لكم مسابقه شكون عيفوز معنا بالشحن 100 جوهره. المهم 1000 لايك اخوتي وان شاء الله الفيديو اللي جاي لو وصلتوا الفيديو ديال 1000 لايك الفيديو اللي جاي غنديروا قرعه شكون عيفوز معنا ب 1000 جوهره. صديقي اشترك في القرعه سهله لو كنتي مشترك معنا خلينا لايك وكومونتير والناس اللي مازال ما مشتركيش معنا يشتركوا خلوا كومونتير وانت معنا صديقي باش ان شاء الله الفيديو اللي جاي باش يكون عندك لك عندك حظ انت محدود ان شاء الله نشحن لك دولار عن طريق من عندي يا صديقي. تواصل معايا غير في الواتساب اللي يطلع فيه على الرقم ديالي ديال الواتساب ويتواصل معايا وان شاء الله نشحن له يا اصدقائي. وعيقوز كلشي في الفيديو يا اصدقائي ما كاينش شي تخرشيش كلشي في الفيديو ولكن الفيديو هذا ما كرهتكمش توصلوه 1000 لايك. كما كتشاهدوا اخوتي هذه بلاي ستور امريكيه كما كتشاهدونا عاطيني دولار وعاطيني هنا 4 دولار وانما ما يمكنليش نستخدم هذه الميزه هذه تزادت غير في هذا الاخر اخوتي. المهم هذه الميزه هذه تزادت غير في الاخر كاين بزاف ديال الميزات في هذا البلاي ستور الامريكيه وانما هذه الميزه تزادت غير في الاخر كيعطيوني شحال ب دولار تما كما شاهدتوا دولار و4 دولار ولكن لكل الاسف يا اصدقائي ما يمكنليش نشحنها فري فاير عن طريق فري فاير. عن طريق فري فاير خاصك يكون عندهم هما اصلا عرض ديال فري فاير كما مثلا كيقول لك يمكن لك تشحنها فري فاير. المهم كما كتشاهدوا اخوتي عندنا بطاقه ديال يمكن لك باي بال يمكن لك ثاني عندهم واحد الميزه اللي زوينه بزاف ما بغيتش نجربها اخوتي بغيتو تجربوها جربوها كيقول لك زعما الا بغيت تسلف غراتويت الا بغيت مثلا تسلف وعندهم هنا حتى 50 دولار يمكن لك تسلف 50 دولار و5 دولار و10 دولار و15 دولار. المهم ماشي بحال بلاي ستور عربيه ما كاينش يسلف ولا نقدروا نتيبانيوك من برا اخرى لا ما كايناش وانما بغيتو تسلفوا خصكو عندكم ماستر كارت ولا فيزا باش يمكن لكم هما كيشبروا كيعرفوا مي يشبروكم واش فهمتوا.
المهم اخوتي، شوف الناس اللي ما عندها شي بلاي ستور على الولايات المتحدة سهلة يا صديقي، بسيطة، ماشي شي حاجة كبيرة ولا تقول راه شي حاجة صعيبة، راه هادشي هذا راه صعيب، ولا يا صديقي هتوجه بلاي ستور كيف هادي بلاي ستور ديك الخاصة بك، هتنزل اي في بي امكان، نزل اي في بي امكان، هتشغلو بالفي بي ام عن نصحك، شغلو على يونايتد ستيت، هتدخل هتلقى مثلا كيفاش من دولة اللي باغي انت تستهدف، هتلقى يونايتد ستيت، يونايتد ستيت هذيك فعاله طالك الولايات المتحده، يونايتد ستيت، المهم عاد فعالتك يونايتد ستيت اخوتي، وعايز تدخل بلاي ستور اول مره قبل ما دير هادشي خصك تدخل بلاي، تدخل البارامتر ديال الهاتف الخاص بك وحذف البيانات ديال بلاي ستور، حذف مثلا ماشي تحذف بلاي ستور، كتحذف غير البيانات ديالك، كتحذف البيانات ومن بعد كعاد تشغل الفي بي ام وعاد كتدخل البلاي ستور الخاصه بك، وراح يطلع لك واحد العلامه كيقولوا لك واش عاد بغيت تحول هذا البلاي ستور على امريكا ولا لا. المهم انت كتختار نعم اوكي، كدير لهم اوكي يا اصدقائي وصافي، كتستناو شي شويه وكيطلع معكم الباي بال، كيطلع معكم رصيد كيفاش يمكن لكم، كيطلع معكم الخانه فين تدفعوا كارد كود تقول باي بلاي، بزاف ديال الاشياء. المهم اخوتي اخواتي، كنتمنى تكونوا استفدتوا، تهلاو لي فراسكم والسلام عليكم، وكان معكم اخوكم زوير اخوتي، يلا تهلاو لي فراسكم.